بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على الدعوة الكريمة. هو فعلا النظام العالمي بيعاد تشكيله من الناحية السياسية زي ما أساتذتنا تفضلوا، وأيضا من الناحية الاقتصادية. الحقيقة هو في حوالي 4 محطات رئيسية هي اللي بدأت في إعادة التشكيل النظام العالمي. بدايتها الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التكنولوجية المتسارعة في كل القطاعات. ثم المحطة اللي تلت التغيرات التكنولوجية دي الشديدة التغيير جائحة كورونا اللي حصلت، وإن بتوين كده حصلت فرض ترامب لكثير من الجمارك والقيود على الصادرات الصينية، ثم جاءت جائحة كورونا وقفت العالم كله عمل إعادة تفكير في سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، ثم جت الحرب الأوكرانية اللي برضو العالم كله دلوقتي بيعيد تشكيل الرؤية الخاصة بيه. لو جيت لي الحجر اللي حرك المياه الراكدة الأول وهو الثورة التكنولوجية اللي هي بقت كروس كاتنج في كل القطاعات، بقت القوة الأكبر للدولة اللي بتمتلك النو هاو بتاع التكنولوجيا، وده اللي خلى الصين تتفوق على أمريكا في الجيل الخامس اللي هو دلوقتي في سادس، وفي تغيرات أخرى كبيرة. وبرضو من الثورة التكنولوجية وفكرة الروبوتات وفكرة الذكاء الاصطناعي، ويمكن سيادتك وفي البدايات بتقول إن الناس راحة ناحية الإقليمية أكتر، فعلا الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتطورة خلت الشركات متعددة الجنسيات تعيد تفكيرها في إنها ما تخرجش بره بلادها وتروح تعمل الصناعات بتاعتها في دول تانية، لا ترجع تتمركز تاني في الأقاليم بتاعتها. حتة جائحة كورونا والإغلاق واللي حصل في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد خلى الناس برضو تعيد تفكيرها في أنا لازم أكون فين في هذه السلاسل عشان لما يحصل إغلاق مرة تانية ما تتعرضش الدول للمشاكل الكتيرة اللي تعرضت لها. المحطة بقى الكبيرة اللي كلنا عايشينها دلوقتي اللي هي الحرب الروسية الأوكرانية اللي هي بدأت في فبراير 22، كان العالم بادئ يتنفس الصعداء من أزمة كورونا وتحصل معدلات نمو بسيطة ويحصل انفراجة في الاقتصاديات. جت الحرب عملت مشكلة أخرى كبرى اللي احنا كلنا عايشينها وكل الدول عايشينها، وهي معدلات تضخم مرتفعة جدا نتيجة طبعا لبرضو توقف سلاسل الإمداد سواء للحبوب أو للطاقة. عملت معدلات تضخم، احنا بنتكلم على دول سواء في أوروبا أو في أمريكا معدلات التضخم المستهدفة فيها 2% بلس أور ماينس، دلوقتي بنتكلم في 9% في هذه الدول، فده يعني زي زلزال في اقتصاديات هذه الدول. وده طبعا انعكس على الدول النامية اللي هي مرتبطة ارتباطات قوية بهذه الاقتصادات اللي منها طبعا مصر، ومعدلات التضخم زادت فيها. هذه الدول سواء أوروبا أو أمريكا علشان تعالج المواقف اللي عندها ومعدلات التضخم الكبيرة اللي عندها بدأت تتبع سياسات نقدية تشددية أو انكماشية زي ما بنقول. أهم أداة من الأدوات اللي بيستخدموها هي رفع أسعار الفايدة. رفع أسعار الفايدة بيعمل ديستربنس للدول الناشئة زينا، ليه؟ لأن كل الاستثمارات هتخرج وتبدأ تخرج وتتجه إلى الدول اللي تم فيها رفع أسعار الفايدة. صحيح. والفايدة في الولايات المتحدة الأمريكية احنا كنا بنتكلم في حاجات قريبة من الصفر، يعني كنا بدأنا نقول العالم هيعيش سعر فايدة صفري وبعض الدول فيها سعر فايدة سالب، احنا كاقتصاديين كنا بنقول هو العالم هيعيش كده ازاي، ولكن دلوقتي بنتكلم على ان رفع تدريجي من الفيدرالي الأمريكي طول 22 لحد اخرها بيقولك انا حاصل ل 4%. طيب الدول هتعمل ايه علشان تتجنب سحب الاستثمارات كلها اللي هتروح لامريكا ودول اوروبا برضو اللي معدلات الفايده ارتفعت فيها
جدا. كل الأحداث الكبيرة دي، ثورة صناعية، جائحة كورونا، الحرب الأوكرانية، عملت إعادة تشكيل للاقتصاد العالمي، وكله بيشير إنه هيتجه للشرق. يعني الدول الكبرى هتبقى متجهة إلى الشرق. حاليا العالم ترتيبه أمريكا نمبر 1، الصين نمبر 2، ثم في اليابان. لما ألاقي إن الهند أصبحت في الدول الخمس الأوائل، فده طبعا تغيير في شكل النظام العالمي الجديد. ولكن انت دكتوره خوفتيني لما قلتي انه سعر الفائده الامريكي في صعود، واحنا متابعينه من اول 2022 لامتصاص الفجوه التضخميه داخل امريكا، لكن كل دوله بتقول انا من بعد الطوفان، هم عايزين ينقذوا اقتصاده، فرفع سعر الفائده فاثر على كل الدنيا، وانا اول واحد لانه عندي ديون بالدولار، فقروض بالدولار، اكل بالدولار، اعمل ايه؟ طيب لو في دي، لو احنا لقينا حل هيبقى حاجه عظيمه جدا. لا، ما هو يعني اكيد في حلول، انا يعني اكيد في حلول خارج الاطار. لا، ما انا بقول لحضرتك هو في حلول خارج الاطار بتبقى سريعه، وحلول بقى لازم يتحط فيها الاقتصاد على الطريق الصحيح، واللي هو يعني انا كنت بعد المشهد العالمي ده اللي احنا بنقول ان الدنيا بتتغير، وان دول اسيويه هتصعد قبل فرنسا والمانيا وايطاليا زي الهند وزي اندونيسيا و لما اقول ان من توقعات الورلد ايكونوميك فورم والاي ام اف ان مصر هتبقى من ضمن ال 20 دوله الاوائل في 2025 و 2030. ده كان قبل الجائحه وقبل الحرب. يعني قبل الحرب الروسيه والاوكرانيه، قبل الجائحه وقبل الفجوه التضخميه اللي حصل، وبيؤكد كان يعني قبلها قالوا ان احنا هنبقى من ال 20. وفي برضه نفس الكلام قائم، نفس الكلام موجود. وهو ده اللي هياخدني للاجابه على سؤال سيادتك، احنا هنعمل ايه علشان نحل المشكلة؟ طبعا احنا بنتبع حاليا الباكج بتاعت صندوق النقد الدولي، وان حصل تعويم لسعر الجنيه، وهو الحمد لله برضو التعويم حصل والدولار نط ل 24 و 25 بعد التعويم، لكنه الى حد ما رجع تاني وثبت عند 24 بوينت حاجة دلوقتي. ده الاجراءات السريعة، وفكرة بقى الودائع بتاعة السيارات المستوردة من العاملين في الخارج اللي تم الحاجات اللي تمت السريعة دي. لكن الاقتصاد المصري بيعيد هيكلته ازاي علشان يبقى احنا نقولها في علم الاقتصاد يعني يبقى مور ريزيلينس، يعني عنده قوة لمقاومة الصدمات. هو مفيش حد اقتصادي يقدر يعول على حاجة إلا بإعادة الهيكلة، إعادة هيكلة الاقتصاد، وده اللي حاصل حاليا في الاقتصاد المصري، إنه حط خطة لإعادة الهيكلة. إعادة هيكلة بمعنى إيه؟ بمعنى إن قوي القطاعات الأساسية بتاعتك اللي هي الصناعة والزراعة، بحيث إن أنت تبقى أكثر مقاومة للصدمات. العالم بقى أغلق، أسعار التضخم زادت بره، أنت المفروض يبقى عندك العرض الكافي بتاعك من الصناعة والزراعة بحيث تكلي العرض في كمية أكبر، تقدر تخفض معدلات التضخم اللي عندك. اتفضلي. جزئية أخيرة، إن أنت لما هتزود العرض بتقلل الضغط على ميزان المدفوعات وعلى الواردات، وبالتالي تقلل الضغط على سعر صرف الجنيه، حتى لو الدولار بيحصل له جذب بره عشان اسعار الفايده اللي بتتضخم دي، الا ان انت بتحاول تخلي الاقتصاد بتاعك اكثر مقاومه.